السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكومة دبي نشرت الستاندرد بتاع البيم ونشرت التمبليت ونشرت البيمنت شيكر وكل الحاجات دي. ده الموقع بتاع حكومة دبي. عندنا البيمنت شيكر، عندنا الداونلود، او ممكن اجي هنا واختار ان انا انزل البيم ستاندرد، انزل الرود ماب، انزل التمبليت، انزل السبمشن جايد لاين، يعني ازاي ارفع ملفات. ودي برضو هتفيدني شوية ان انا افهم ازاي ان انا ارفع الملفات، بحيث ان انت بتعمل تسجيل دخول، وبعد ما تعمل تسجيل دخول بتقول انا عايز ارفع المشروع، فبيقول لك لازم تديني الرقم الخاص بتاعك على اساس ان رفع الملفات يطلع مظبوط باسمك. طيب خلينا نبص على البيم ستاندرد والبيم رود ماب والتمبليت و السبمشن جايد لاين. طيب ده الكومبلاين تشيكر، هتبدأ ترفع الملفات، وهنا البيلدينج تايب والتايتل، ده البلاتفورم اللي موجود، وهو حاطط لك حتى فيديوهات بيشرح لك العملية ممكن تتم ازاي. وده الدبي بيلدينج كود بارت 1 بارت 2 وهكذا، بيبدأ ان هو يقسمهم لك بارت 1 المقدمة التعريفات أهم المصطلحات وكل مصطلح معناه ايه، دي الريفرنس دبي هيلز، جميل جدا يعني كل حاجة. الاختصارات معناها ايه؟ وده كويس جدا لان ساعات بيبقى نفس الاختصار ليه اكتر من معنى، فهو بيقول لك الاختصار ده هنا انا واخده لايه بالظبط. السكوب جروس فلور اريا، هو اتمنى بس ان يبقى فيه نسخة تانية بالعربي. ونعمل لك خريطة. طيب بارت ايه؟ بارت بي اركتكتشر زي الصورة اللي كانت موجودة اول حاجة. الابعاد، اليونت، الكالكوليشن، هنلاقي هنا الرود ماب، يعني في كل جزء ايه اللي هيتطور. تمام، احنا وصلنا فين الكرنت ستيت، وفي المستقبل ناويين نعمل ايه في كل حاجة من الأجزاء بتاعة الباب. يعني بالنسبة للكوردينيشن المراحل الموجودة، بحيث ان احنا نبدأ ان احنا نطور فيها من ناحية الـ implementation and enable احنا موجودين فين، وهنبدأ ان احنا ننتقل لحد ما نوصل لأعلى مستوى. فدي بتبقى حاجة كويسة جدا ان يبقى فيه وضوح للرؤية، بس اتمنى ان هما يحددوا احنا فين، يعني يبقى لها لون مختلف احنا موجودين فين. طبعا كل ما تقف على واحدة بيبدأ يجيب لك التاريخ بتاعها، المفروض 2023، يعني المفروض احنا وصلنا للمستوى دوت. هنا السبميشن بيشرح لك بقى لو انت عايز ترفع الحاجه ايه الخطوات اللي هتعملها عشان ترفع الملفات بتاعتك عشان تترجع. كنا شرحنا الحاجات دي اكتر من مره، يعني
ازاي تبدأ ان انت ترفع الملفات على المنصة، وبعد كده تجيلك ايميل بان انت مثلا تم الموافقة او عدم الموافقة. طيب ده التمبليت جايدلاينز. أركيكاد بنتلي ريفيت دي نقطة كويسة جدا، إن هو حاطط لك التلاتة موجودين وأنت تختار. حلو جدا إن هو حاطط ملف الريفيت، يعني في بعض الدول بتقول لك جايد لاين وخلاص، لا هنا هو حاطط لك الحاجة اللي تبدأ إن أنت تشتغل من خلالها. وهنا الأي إف سي بارامتر ماب كويس، الشيرد بارامتر ماشي. نفتح بقى ملف البي دي اف. اهوت ريفيت بيم سبمشن جايد لاين، وهتلاقي برضو في ملف الاركيد نفس الفكرة. حاطط لك اللينك بحيث برضو لو الحاجة دي ما تقدر تعمل ابديت تعمل اخر ملف. ده الشكل بتاع التمبليت، ده الشكل اللي موجود، بحيث ان انت لما تسلم خلاص انت عارف اي شكل فيهم اللي هيكون مقبول. الاسكادولات الفيو تبقى متقسمة اركتكشر بي بي ستراكشر. الاكسبورت الاي اف سي معمول، الاعداد بتاعته مظبوطه، فده من الحاجات الكويسه جدا، يعني شغل كويس. تمام، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو بحيث ان اللي عايز يحمل الملفات دي ليه ان شاء الله.